السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. هذا رحبة النعجة والحولي والحولية والخروف والماعز هنا في الاربعة السويهلة في مراكش. حي اي مشاهد، بنات، رجل، امراه، ولد. هاد الغلم قالك عطوها 37185 فرنك. تيقول هاد السيد في الاربعة السويهلة في مراكش الخيرات موجودة تاع الحولي والخروف هنايا كما تشوفوا معايا على طول الرحمة. هذه الأربعة السويهلة في مراكش، هاد الخيرات غادي يكونوا تنايا وسنا الحليب. كما تشوفوا معايا احبابنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، هذه الأربعة السويهلة من مراكش. الحواله تبارك الله كيفاش تيبانو لينا شي حاجه زينه. بغينا نسولو على الثمنه، هما عندو بزاف كل واحد والثمن تاعو شحال كاينه؟ 78 86. هاد السيد تيقول 86 78 هنايا 78 86. اللي تيقول هاد الراجل بقى وشريف، هاد الحولي حولي زين تبارك الله هنايا شي حاجه رفيعه في الأربعاء السويهلة بمراكش. خيرات موجودة تبارك الله كما تشوفوا معنا. شحال ثمن هاد الخيرات؟ غير فرادي كله ثمن. هذا اللي حلف المحاولة في الدنيا تبارك الله. اللي حداه وهذاك الوسطاني في الخمسة 65، وهذا 65 من رجل. اش دير في السن؟ اثنين. اثنايا كاملين ولا؟ لا واحد كاع سنا الحليب. كاع سنا الحليب تيقول تبارك الله. هذا توا صاحبنا هنا في الأربعة السويهلة من مراكش، توا تيبيع شريف هاد الخيرات هنايا. سنا الحليب واخا تشوفوه على الكاميرا ما عندي ما نسالك. شحال الثمن تاعو؟ هو واش بغيتيه فيه ولا عطوها لك ولا لا؟ عطوني فيه 60 عطوني فيه. وقلت لي 68 60 عطوني فيه. لا شنا سنا الحليب وهو حولي زين تبارك الله. حولي زين تبارك الله. ما عنديش ما نقول، قلت لك حولي زين. حولي زين تبارك الله. ما اصل زين زين تبارك الله. انت معدي والعين هذه يلا نور تا بجوج عدو هذوك ما عندي ما نقول. ما عندي ما نقول كما شفتوا معايا هذا الراجل راه تيبيع شريف هاد الخيرات هنايا في الأربعة السويهلة مراكش. شحال؟ اش داير في السن؟ باش نشوفوا المشاهدين. اثنين فعلا فعلا اثنين. سردي من بجوج هاد؟ بجوج هاد لا نو روزيان ياك بشوشات. هذا لا لا تقول هاد الراجل غلب سرطية محقق أصيلية محقق كما تيقول هاد السيد. شحال قلت لي الثمن تاعو؟ 76 68 عطيني 68 زعما لا عطاوك 70 تبيعي هكذا هذيك 68 دور 100 ياك. الله يسهل لك الله يسهل حفظك. الله يبارك فيك الله يخليك ياك بخير. هذا دوزيام اش دير في السن؟ اخويا الحرام هذه 600 هكا واخا الله يعزك. ها دوزيام ها هي بعد ما نقول دوزيام دوزيام فعلا دوزيام بعد ما نقول شي حاجه رفيعه. القراقرة تاملي مسكين تاملي مسكين من تموك التوق هنا اياك شحال الثمن تاعو؟ والله 110 110 واش بغيتيها فيه ولا عطوها لك؟ عطوها
جاوها لينا واني هرب علينا السوق ودابا تشعلت وهاد الاخر تشعلت هو هما بثلاثة بحال خوت هادا تا هو خوهم تا هو خوهم دوزيام واش داير في السن؟ اثنين اياه فعلا اثنين جوج سنات بعد جبل هاد الرجل راه تا هو تيبيع وشري في هاد الجودة وهاد المليح تا هو تيجيبو قالك من القراقراق ابني مسكين ياك اسي اي خاصها شي مولاك حاجة نقوموه منها شحال؟ خاصها نقوموه بحال ما تشري واخا ما قلتي عيب هاد الرجل تا هو راه عندو هاد شي حاجة ممتازة وشي حاجة زينة بعدا رفيعة في هاد السوق لأربعة سويهلة في مراكش ما نهضروش في شي حاجة زينة بعد ديما نقول تبارك الله كيفاش الحوليت جايين أربعة وأربعين بجوج هاد الدراسات ولا واحد شحال صاحبي لاباس بخير ناشط لاباس عليك شحال الخير انت 46 عطينا أربعة سويهلة من مراكش خيرات موجودة تاع الحولي هنايا كما تشوفوا معايا أحبابنا في المكان تبارك الله الحولي راه موجود هنا في الأربعة سويهلة في مراكش الحولي موجود حتى الثمن تاعهم 54 بغيتيها فيهم ولا عطاوها لك ولا اش عاطي لك؟ 52 تيقول هذا السيد هنا في الأربعة سويهلة في مراكش فين جوال جعفرة؟ ورحام يا جول لحد راس العين لحد راس العين مشرفين مشرفين شحال؟ 54 شطري ما غليتيش زعما غالي والو 54 غالي 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 الزيتون غالي على حسابك غالي على حسابي عندك غالي وانت اش تقول انت؟ الله يسلك الله يسلك شحال باش تباع 28 ونص باش تباع هادو حاطين عليهم هادوك زعما راه بيوعين ب 28 و 500 هادو العام اخر مزيانين ب 28 واخا فيهم هاد فيهم واحد اللي مزيان تقريبا نحيي كل مشاهد قناة زيتون المصري كلكم تصورتوا غلموتوا ما كل قلتي بعتيها ب 28 ولا شريتيها ب 28؟ 28 بعناها ب 500 و500 حتى اللي بعتيها بكاع وشريت الله يسلك هاد الخيرات كما قلنا قطعتي بنيوتي شحال؟ 14 ونص 725 درهم واخا ها هي ماشي النواحي ديال السوق كيف بها هادو شحال تباعو وقت جاف فاحلين شحال تباعو خيرات ما كاينه حاله خيرات مولانا ولكن ما كاينه حاله حبيبي وهادو ب 14 14 و 500 14 و 500 والسرق غالي في هاد البلاد السرق راه السرق 15 درهم ماشي راه في كل بلاصه لا لا هنا بزاف اصاحبي لا في كل بلاصه دابا كتجيبي 100 بهيمه كتخلصي 1500 درهم انت جايب 100 بهيمه جايب 100 بهيمه 100 بهيمه ب 1500 درهم حنا كنخلصوا راه حتى هما كاين مصاريف عندهم وشارينا ما عندهم عندنا المصاريف هنا بزاف اصاحبي في كل بلاصه كل بلاصه
بقى وشري بغيتي تخزن الفلوس بلا ما تسير. فينا هي الفلوس؟ فينا هي المصاريف كثيره صحيح. اسمح لي، انت بغيتي تاخذ فلوس بلا ما تسير. عشي بركه، عشي بركه. وبنادم راه بركه دوبا. عشي فين كل خطره، كل خطره وشي فلوس. قومتها بالسات. صاحبي والله إلا غاش. الله يحسن العون الجميع تا هما شاري السوق تا هما الله يحسن العون. امين يا ربي. ارحمنا وارحم الجميع المسلمين. شحال خدتو؟ شحال؟ 22. الجيري في السن؟ 6. هذا مول معز لابين، وهذا كما تشوفوا معايا هنا في الأربعة سويهلة مراكش. هذا جديد، هذا معزات، هذا جديد اللي دار هنايا. اهلا سي كدير بخير. ناصر لاباس عليك؟ مبروك العواشر. شحال هاد الخيرات هادو؟ كلها ثمنها. هادو جديان؟ هاد جوج اللي هنا ثلاثة جديان. 93000 جديان. اش دايرين في السن؟ هادوك سنين الحليب واحد اثنين. وهادوك المعزة اللي حداهم؟ 70000. دارة اش دو؟ يلا صيح. حلابية. وهادو؟ هادي هاد الحمراء. اه. اش دايره في السن؟ جامع. وهذا الجديد شحال تاهو؟ ها؟ 45. اش داير في السن؟ 16. وهذيك 50 راهي فيها هذيك وداد. إلا هي؟ اللي فيها البيت وشحال؟ 50000. دارة ولا كيف؟ تحليب 3 تيتر. تحليب 3 تيتر؟ وبالكارانتي 3 تيتر؟ كارانتي. اش دايره في السن؟ جامع. سالفة شوية. هذا صديق تاعنا هنا، الله يحفظك. الله يبارك فيك. هذا صديق تاعنا هنا في الأربعة السويدة من مراكش، تيبيع وشري في الخيرات.